السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد. جيتكم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس خطايا السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن التحديث الجديد اللي جا اليوم لعنا على الجلوبال، اللي هو فيه شخصية جديدة اللي هو كينج، زائد بعض الايفنتات الجديدة اللي هي فكتو الجزء الثاني من العام الجديد. خلينا نبلش اول شيء بالشخصيه. طبعا الشخصيه راح تكون شخصيه كينج، هي قريبه كثير من شخصيه كينج القديمه بس في تغييرات بسيطه. اول شيء بخلص التحديث بعدين بنحكي على الشخصيه احسن، لانه هون التحديث. طبعا في مهمات، المهمات اللي هي بتاخذ فيها ملتي مجانا، انك تلعب او تخلص 10 خطوط بينجو من ايفنت البينجو، بعدين اسكنور تخلصه 3 مرات، بعدين تلعب 5 PvP، تخسر تربح ما في مشاكل، اهم شيء تلعب 5 مرات. بعدين تروح على المتير اكسشينج شوب تشتري 5 شغلات اعتقد تبع كينج نفسه، سوري تبع اسكانور، واخر شيء انك تتخلص من 20 وحدة. اعتقد في ذاك يوم الى يومين البينجو، اذا فيك تخلصها بيوم واحد، الباين فيك تخلصها بيوم واحد، اما هاي ما بعرف فيك تخلصها بيوم واحد ولا لا. هاي بالنسبه لاول شغله اللي هو هي البينجو. طبعا بتاخذ التيكتات من الفورت سولجرز، من البوس باتل، من الفاينل بوس، وفي 10 بتاخذهم اذا لعبت مين ستيج او شيطان او دين جراتو او البوس باتل اللي هو نايت هود بوس باتل. هي بالنسبه للشغله. طبعا راح يكون في البينجو، هي هدايا اخر شيء 10 جيمات، هي جديده اعتقد ولا دام بيعطوها. راح يكون في فاينل بوس اسكانور، ان شاء الله بالفيديو القادم راح افرجيكم شلون بيتخلص اسكانور اللي هو الفاينل بوس اسكانور تشالنج. الهيل اوريدي سهل صاير، بس التشالنج بده شويه استراتيجيه مشان تقدر تخلصه. وطبعا هدايا في 30 جيم او 35 جيم اذا خلصت هاد، وفي طبعا هون 5 جيمات، هون 3 جيمات، يعني فيك تاخذ بحدود ال 43 جيم، غير طبعا لبس اسكانور اذا ما عندك على هلا. في طبعا شغله كمان هلا رجعت اللي هي الميموريز. الميموريز ما بيعرف شو هي، اللي هي بتلعب بعض المهمات او بعض الفاينل بوسات من القصه. في بوسات بالقصه انت قتلتها، هلا فيك ترجع تقتلها، وفي مهمات معينه اذا خلصت هي المهمات بتاخذ الجوائز هي. واغلب المهمات مثلا تلعب حركه معينه، تعمل دمج معين، ما حدا يموت من فريقك، لازم مثلا اللي ضدك يكون ازرق لازم تضبه باحمر اللي هو ادفانتج، وفي ديس ادفانتج اللي هو اذا اللي ضدك مثلا احمر لازم تضربه بشخصيه خضراء اللي هو ضعيف ضدها وتخلصها. هي اغلب المهمات راح تاخذ جوائز لا باس فيها. هون بقى بتبلش الجوائز الحلوه اللي هي سوبر اويكنينج، وهي بقى هذا الشيء جميل. نصيحه مني، خلصوا المهمات كلها مشان تاخذوا جوائز هي، وتاخذوا طبعا جيمات مثل ما شايفين، جيم بجيم 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 بجيم، بعدين هون جيمتين بجيمتين، يعني السهله اعتقد جيمتين، الصعبه جيم، ما بعرف ليش. هاي من بعض الشغلات اللي راح تكون موجوده كمان اللي هو البينجو ايفنت، وراح يكون فاينل بوس اسكانور، هاي لساتها موجوده. نيو يير جول ايفنت لساتها موجوده، الكلير لساتها موجوده، بقى حاولوا تخلصوها. خلينا نشوف اذا في شيء ثاني ما حكينا عليه هون. التاسك ريورد، الريورد اوكي. البي في بي نورمال، مو نورمال هي، يعني نورمال بي في بي اذا وصلت للتوب 100 بالجلوبال او باسيا بتاخذ هي الجوائز. بقى اذا حابين انتم توصلوا للتوب 100 فيكم توصلوها، مع انه شوي صعبه فيكم توصلوا لها. هي بالنسبه للتحديث، تحديث جميل، في بحدود فيكم تقولوا بحدود ال 50 جيم، غير طبعا لساتنا عم ناخذ التشيك ان ريورد لهلا، هذا شيء جميل. هلا بنجي بقى للبانر والشخصية الموجودة بالبانر. طبعا الشخصية الموجودة بالبانر هي كينج. خلينا نشوف شو بيعمل. أول شيء الباسيف تبعه، الباسيف تبعه كرييت بارير أراوند ألاي إيكوال تو 300% أوف أتاك أوف ذا هيروز أتاك فور 3 تيرن أت ذا ستارت أوف ذا باتل. فور إيتش أبليكابل ألاي بارتيسبيتنج إن باتل إنكريس ذوز Allies damage dealt by 10% if the barrier created by the hero is removed from an ally, that ally attack stats increase by 20% for two turn. هلا شوف، انا بصراحه كنت مفكره ضعيف، بس هلا عم شوف لا باس فيه، ما راح اقول لك ضعيف، لا باس فيه. خلينا نفسر لكم شو هو.
اول شيء بيقول لك اول ست ادوار، اول ست ادوار كريت بارير اول الا ايكوال تو 300 اوف ذا هيروز اتاك فور 310 ات ذا ستارت اوف ذا باتل. يعني لمده ثلاث ادوار اول ما يبلش القتال راح تاخذ بارير، بارير اللي هو الدرع، راح يكون كل ما زاد اتاكك كل ما راح يكون الدرع اقوى، راح يكون 300% من الاتاك تبعك، يعني 100% الجير تبعه راح يكون جير اتاك كريت دامج او اتاك ديفنس حسب انت اللي بدك اياه، بس اهم شيء يكون جير اتاك وكله اتاك جواته. هلا بنيجي للشغله الثانيه اللي هو اذا على كل واحد من 7 ديدلي سينس او فيري راح تاخذ دمج زياده 10%. عرفتوا كيف؟ يعني راح يصير التوتال 30% اذا كنت 3، 40% اذا كنتوا 4 بالفايت موجودين. ولما البارير تبعك ينشال عن طريق انه واحد ضربك وشال الدرع تبعك راح تاخد 20% اتاك ريليتد ستاتس لمدة دورين. هلا بصراحة هذا الباف هو اللي بيخليه جميل، الباقي عادي بس هذا الباف هو اللي بيخليه جميل بصراحة مشان اكون معكم صريح. بس شو المشكلة الوحيدة اللي يعني انا حاسس انه مشكلة بصراحة؟ لانه بعد ثلاث ادوار البسف تبعه بتصير مثل قلتها. كيف؟ بعد ثلاث ادوار او الا اذا هي بتضل شغاله حتى لو ما في بارير، فيك تقول يعني بعد ثلاث ادوار البسف تبعه كله بتنكب بالزباله وفيك تحطه من مكان بس لازم يكون قدام. هلا بنيجي لحركاته، حركاته اول حركه بتشيل واحده من الاوربات لشخص واحد من اللي ضدك، هون بتشيل اوربين هون بتشيل ثلاثه، يعني نفس مارلين الخضراء. يعني شوف قديش معناها قديمه، مارلين الخضراء كانت ثاني شخصيه وثالث شخصيه بتنزل على اللعبه قبل 4 سنين، حطينا له شخصيه هلا نازله جديد. والضربه الثانيه اللي هي البير اللي كل ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا شخصيه بيحطوا بيرس لشخص واحد كمان، مو اي او اي لشخص واحد مو لثلاث اشخاص. عرفت كيف؟ هون انا عندي النقطه، المشكله وما فيها يعني اذا بدهم على الاقل يخلوه شخصيه عن جد واو عن جد واو كان فيهم يعملوا شغله، مو هي بيرس يعملوا البسف تبعه تعتمد على البيرس كمان، كل ما زاد البيرس تبعك كل ما البارير تبعك بصير اقوى. ليش؟ لانه ساعتها هي الحركه راح تصير بتعمل دمج عالي والبارير تبعك راح يصير عالي كمان. اما وحده اتاك وحده بيرس يعني هي ما راح تعمل دمج عالي لانه البيرس تبعك راح يكون الطبيعي اللي هو تبع الشخصيه نفسها، ما راح يزيد غير من اللبس. عرفتوا كيف؟ ما راح يزيد من الجير لانه انت ما راح تحط جير بيرس عليه. ليش؟ لانه انت بدك الاتاك تبعك يعلى مشان الدرع تبعك يعلى. هي كانت مشكلتي الوحيده مع هي الشخصيه. وغير هيك كمان البانر بصراحه يعني بانر كان عم يقول لك اذا بتسحب على البانر بتكون ما بتفهم. مين هي؟ مين هي؟ في مارلين حمراء؟ جديدة؟ عندي هاي يا ترى؟ مارلين حمراء؟ وين سفند الليسنس؟ مارلين حمراء؟ ما عندي اياها. ما عندي اياهم. بقى نصيحة مني، نصيحة مني لا تسحبوا أكثر من مالتي المجانية. وإن شاء الله يطلع لكم، إذا طلع لكم حلو. إذا ما طلع لكم لا تسحبوا. ليش كمان؟ إنه هذا راح يكون بديل كينج اللي حاليا الناس اغلب الناس عم تستخدمه مع مليوداس. بقى شو المشكلة انه كينج عندك يا مثلا اغلب الناس هلا صار خاصة اذا انت بتلعب صار لك مدة كبيرة عندك يا 6-6 بس انا ما عندي يا 6-6 يعني عندك يا خلينا نقول مثلا 4-6 5-6 6-6 ممكن يكون عندك يا. بقى لما تجي بقى تبدله بواحد لساته مثلا ممكن يطلع لك 1-6 او ممكن مثلا 2-6 راح يكون السي سي تبعك كثير قليل. عرفتوا كيف؟ يعني اذا هترجع انه السي سي تبعك قليل. هلا هو عاملينه 0.5 مشان تسحب عليه بس بصراحه يعني لا البانر بتستاهل ولا شيء. تخسروا الجيم ما تطرف على هي البانر بضل لسه احسن لانه هي البانر بصراحه بانر جباره. فاذا بتسحب على هي البانر لسه احسن لك، الا طبعا اذا عندك مليون 6-6 ساعتها خلاص لا تسحب. عرفتوا كيف؟ لانه انت عندك ديمون كينج جبار، عندك ديمون كينج جبار ومليودس ديمون كينج، يعني هذول اثنين جبارين.
اي وهي لساتها قوية، وهي لسه لا هي صارت جدا جبارة مع البسف، مع الريليك تبعها صارت جدا جبارة. فالبانر هاي فيها شخصيات كمان لا بأس فيها قوية باللعبة، بتضل هاي البانر أفضل من هذيك بعشر مرات. فهي هي بس نصيحة لا تسحبوا، خذوا جماتكم وجمعوهم. ما بعرف إذا لساتها موجودة، خلينا نتأكد الشوب لساتها موجود أنك تشتري بخصم ولا خلاص. خلينا نشوف لساته موجود الخصم، لساته موجود الخصم، معناه اذا بتضل تشتري احسن لك لسه. عرفتوا كيف؟ لسه في 14 يوم، والله منيح، عاملينها شهر. يعني انا اصلا جماتي كلها عم تنصرف على اللبس تبع الشخصيات. عرفتوا كيف؟ بقى نصيحة مني اعملوا نفسي واصرفوها على الشخصيات، على لبس الشخصيات بيكون احسن. بس هون بكون سنوات الفيديو تبعي، اذا تكونوا استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. شكرا على المشاهدة، في جديد بنشوفكم على اخر فيديوهات تانية. مع السلامة.